دلوقتي انا هبدأ ارقي، هو انا ينفع في البداية ارقي نفسي ولا لازم حد يرقيني؟ لا، ممكن كل واحد يرقي نفسه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا لما جاءه الصحابي يسأله فقال له ضع يدك على موضع الداء، يعني على الموضع التي الذي تظن يعني الذي تشعر به في الوجع، وقل بسم الله ثلاثا. ثم بعد ذلك أمره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بأن يذهب الله سبحانه وتعالى الداء من عنده، اللهم اشفي أنت الشافي فلا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ويفضل يدعي هذا الدعاء 7 مرات أو أكثر حتى يستشعر بأنه اللهم اشفي أنت الشافي فلا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو لنفسه وأن يضع يده على موضع الداء وموضع الوجع حتى يعني يستشعر أن حالته أصبحت أهدأ وكذا وكذا. إذن فقد علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرقي أنفسنا. طب ولكن هل من الممكن أن نطلب الرقية من الصالحين؟ نعم، من الممكن أن نطلب الرقية من الصالحين، وجاء هذا في حديث السيدة أسماء بنت عميس لما سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أن أولاد جعفر تسرع إليهم العين، يعني كأنهم كان فيهم شيء من الجمال أو شيء من النباهة وشيء من الفطنة والذكاء، فكانت العين بتسرع إليهم، يعني إيه اللي كان يشوفهم كان يحسدهم. فسيدة أسماء بنت عميس قالت له أن أطلب لهم الرقية، فأجاز لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطلب لهم الرقية. وعلى هذا فلا مانع أن نطلب الرقية من الصالحين، من نتوسم فيه الصلاح نقول له خذ ارقي الطفل ده أو ارقيني أو كذا أو كذا، فيقوم هذا الصالح بقراءة القرآن والدعاء وكذا 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 كرقية شرعية لهذا المصاب. لازم أكون على طهارة؟ لازم أكون متوضية؟ من الأفضل طبعا في أي عبادة وفي أي دعاء من الأفضل أن نكون على وضوء وأن نستقبل القبلة وأن نخلص في الدعاء ونخلص في قراءة القرآن، لأن كل هذه أسباب من أسباب إجابة الدعاء.